السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. أنا سمحوا لي اليوم صوتي راه شوية ما هوش ضربني البرد. الله يشفي كل مريض والله يخلي لنا صحتنا يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا خبيزات اولا نخدو كل خبيزات ديال البيتزا صغيورة، من البيتزا صغيورة، ولكن هنا غادي نصاوبو غير العجينة وغادي نطرفها، لحقاش انا اليوم كان عندي واحد شوية ديال الوقت، قلت مع راسي غنصاوب لي ميني بيتزا، غنطرفها لشي نهار هكا لي نكون مثلا مضغوطة ونلقاهم راه موجودين، يعني غادي نعمر وندخل الفران. وفي نفس الوقت غادي نوجد ورقة ديال البسطيلة غير في الدار صغيورة، وغادي نعمرها نديرها في شكل ديال سيجار قنينطات هكايا، يعني نعمرهم في واحد الحشوه اللي ساهله وفي نفس الوقت كتجي بنينه. غنبداو باول حاجه، غنديروا العجينه ديال البيتزا. انا هنايا درت الميزان، عبرت بالميزان، درت كيلو ديال الفورس ودرت نص كيلو ديال الفينو. هو بالنسبه للميزان اللي ما تيعرفش كيفاش يخدم به، راه الا بغيتو مثلا تعبروا في واحد المول او لا في شي اناء هكا باش غتعبروا، غتحطوه فوق الميزان وهو طافي، عاد تشعلوا الميزان باش ما يتحسبش لكم الوزن ديال هذاك الاناء ولا داك المول باش غتخدموا. صافي انا هنايا درت كما قلت لكم كيلو ديال الفورس ونص كيلو ديال الفينو. ديما الفورس النص ديالو نديروه فينو. انا هنا درت شويه ديال الملحه، ملحه عند ميزانك، درت واحد الكاس ديال الزيت، زيت البلديه، اللي بغى يدير الزيت البلديه مخلطه مع زيت الروميه اللي كنشريو من الحانوت تقدر يديرها. انا هنا درت زيت البلديه، درت كاس معمرش بزاف ديال لاكريم، لاكريم العاديه ديال الطياب ماشي الحلوه، ودرت معلقه ديال خميره حبوب ومعلقه ديال السنيده. هادو خلطتهم واحد شويه بالماء دافي باش يتفاعلوا واحد شويه، عاد باش غادي نعجنوهم. صافي انا هذه غادي نديرهم في العجانه يتعجنوا. كما تنقول لكم راه العجانه راه ماشي شي حاجه ضروريه، هي راهي كتنقص علينا الشقه وصافي، يعني ماشي ضروري. العجينه ديال هاد البيتزا كتجي من الفوق وتجي خفيفه وسهله في العجن، يعني زعما ماشي تستحق مثلا تدلك بزاف ولا لا، غير شويه. غندير واحد شويه ديال الزعتر مطحون، انا محكوك هكا يا فرتشتو كان عندي عواد ودرت هذوك الوريقات ديالو. صافي غادي نخلط هذيك الخميره يا السنيده مزيان حتى تذوب لنا ديك السنيده، وغادي نزيدها وغادي نعجن العجينه ديالي، ومن بعد غنخليها ترتاح واحد 20 دقيقه تقريبا بحال هكا وغادي نخدمها. صافي هنايا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالي كما كتشوفوا راه رطبه في القوام ديالها، راه رطبه. انا قسمتها هنايا على جوج، النص غادي نخدمه وغادي غنديرو نطلقو بالدلاك وغادي نشكل هذوك لي سيركل ديال الميني بيتزا بواحد السيركل عندي، واحد الاطار كاين عندي. بالنسبه للنص الثاني غادي نديرو على شكل كريتات صغيورين وغادي نقادهم بلا الاطار، يعني باش تشوفوا بلي ماشي ضروري هذاك الاطار يكون عندنا، يعني نقدروا نديروا دوك لي ميني بيتزا غير بيدينا عادي، كنكورو كويرات صغيورين صافي، وكن نقرصوهم ونضربوهم واحد شويه بالدلاك باش يجيونا رقاق. صافي انا غنبقى نسرح العجينه ديالي كاملها وغادي نقطعها بهذاك السيركل، غادي نديرها في الطاوه ديالي اللي غنكون ديجا رشاه بالفينو. انا هنايا كنخدم بالفينو، كنتو باش تخدموا بالسميده رقيقه غير زيدوا عليها شي شويه ديال الفورس، لحقاش السميده شي شويه غليظه ثاني على الفينو. انا هنايا خدمت غير بالفينو. صافي غادي نديرهم في الطاوه ديالي وغادي نتقبهم بالفرشات وندخلهم يطيبوا في الفران. الفران راه ديجا سخون، غادي ندخلهم غير يشدوا داك الصاد، يعني ماشي غيتحمروا بزاف، يشدوا داك الصاد. انا راه غفلت عليهم واحد شويه وجاوني بحال محمرين من التحت، اما هما نورمالمون خاصهم غير يشدوا داك الصاد، ماشي بزاف ثاني يديروا يقصاحوا ولا غير شويه، ونحيدوهم نطرفوهم ونجمعوهم وهما سخان.
صافي. هنا من بعد ما طابت هذيك دوك لي ميني بيزا ديالي حيدتهم هما سخون، جمعتهم مع بعضياتهم هما سخون باش كيردو داك الصهد ديالهم وكيكونوا تيبقاو رطبين. غنخليهم غنطرفهم ونخليهم حتى يبردوا، وعاد غنديرهم في الفريكو ونخدمهم واحد من مره اخرى. صافي. هنايا غادي ندوز غادي نحضر الورقه ديال البسطيله. انا هنايا صوبتها في الدار كما كتشوفوا، درت كاس كبير ديال الطحين، درت جوج معالق ديال النشا ديال المايزينا، درت كاس في الاول، درت غير كاس كبير ديال الماء. من بعد هذا غادي نزيد واحد شويه عليه حتى كنبدا نطحن، عاد باش غادي نشوف القوام ديالو، خاصو يجيني واحد شويه جاري بحال الشكل ديال الخليط ديال البغرير ولا ديال لي كريب. مهم شويه عليه، لحقاش هذا كنهزو غير بديك الشيتا ديال الصباغه، نتوما تشوفوا معايا. صافي. هنا زدت واحد المعلقه كبيره ديال الزيت. انا شفتو هنايا دوبلت المعلقه، لحقاش عندي المعلقه شويه مسطحه وما كتعطينيش العبار صحيح، كتعطيني بحال هاي العبار ديال معلقه صغيره. صافي. غادي ندوز غادي نخلطها بالميكسور، نخلطها مزيان حتى ما يبقاوش دوك الحبيبات كاع ديال الطحين. وانا غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء، راه ما اكتفيش زعما غير بهذاك الكاس، جاني شي شويه القوام ديالها باقي ثقيل، وزدت نص كاس ديال الماء. كما كتشوفوا انا هنا عبرت بالكاس ديال الريب. نتوما تقدروا تعبروا باي كاس، غير هو الكاس باش غتعبروا الطحين الفرص، هو باش غتعبروا باش غادي تعبروا الماء باش يكون القياس نفسه. صافي. هنايا من بعد ما طحنت هذاك داك العجين باش غادي نقاد الورقه ديال البسطيله، انا هنا سمحوا لي راني نسيت الملحه، ما درتهاش في الاول حتى قطعت الفيديو، عاد اللي زدتها راني نسيت الملح. صافي. غادي ندوز دابا غادي ندير بحال الشكل ديال بان ماري، وغادي ندير واحد الكاسرونه فيها الماء يسخن، وغندير فوق منه مقله ديال البغرير اللي كنخدموا بها البغرير. غندير فواحد المقيله اخرى باش نحضر الحشوه باش تبرد، بين ما نسالي الورقه ديال البسطيله غنلقى الحشوه بارده. درت هنا واحد جوج بسطيلات، شحرتهم شويه ديال الزيت، ودرت معاهم شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وضفت عليهم جوج خيزويات محكوكين وجوج قرعات خضرين كورجيت، حكيتهم حتى هما في حكاكه رقيقه. وغنديرهم على ديك البصله. صافي. هنايا بعد ما تشحرت لي ديك الخضيره ديالي، البصله وخز محكوك، راسي راه مع هاد البرد والله تنحس براسي سخفانه، ما قادراش نهضر بزاف. قلت لك ملي شحرت ديك البصله وخزو وديك القرعه، هنا راه نسيت ما قلتش، راه درت واحد الضمه ديال الثومه، ما عنديش الثومه غبره ما توفراش عندي، خديت من الحانوت غير الضمه ديال الثومه اللي كتباع بالدرهم، وباكيره تقريبا فيها 8. هنايا خديت واحد العلبه ديال الطون، هزيت منها غير الزيت ديالها وزدتها في هذيك الخضيره باش تشحر مزيان في هذيك الزيت ديال الطون. صافي. هنايا من بعد ما خليت المقله ديالي كتشحر، مشيت دزت باش غنصاوب الورقه كيف ما كتشوفوا كتكون عندنا الشيته ديال الصباغه، ديك اللي كنشريو من عند الدروكري، الشيته باش كيصبغوا الصباغه غير تكون كاليتي زوينه، غتمشي عند الدروكري تقول ليه عطيني كاليتي زوينه، علاش؟ باش ما يبقاوش هذوك الشعيرات ديال ديك الشيته ما يبقاوش يطيحوا في العجينه، لحقاش الا كانت شي كاليتي عيانه راه كطيحو دوك الزغيبات ديالها. صافي. كنبقى نهز بالشيته ديك العجينه، كنبقى نهز بالشيته ونطلي في ديك المقله. من بعد خلاص المقله خاصها تكون سخونه ديجا، نبقى نطلي بحال كنصبغ شي حاجه، كنصبغ مثلا شي حيط ولا شي حاجه، كنبقى نصبغ في هذيك المقله، كندير واحد الكوش الاولى وكنعاود ندير الكوش الثاني باش ما تجينيش ثاني رقيقه بزاف، والا بقات ليا شي بلايص خاوي خاصني ضروري نقيسها بالعجينه باش ما تجينيش الورقه مثقوبه. كما كتشوفوا انتم الا ركزتوا مزيان في الفيديو راه باينه، غير هي خاص تكون شويه الخفه باش ما تجيش جهه طايبه، وجهه يلا غتبغي تعاودي بحال كتجمع ديك العجينه، ما كتلصقش مع بعضياتها. صافي. هنايا درت واحد الطبسيل اللي دهنته بالزيت، لحقاش اي ورقه هزيتها خاصني ندهنها بالزيت،
انا هنا استعملت الزيت. كاين اللي كيبغي الزبده، انا كنفضل انني ندير الزيت، ما كتعجبني ديك الريحه ديال الزبده، سيرتو ملي كيطيبوا مثلا البريوات ولا هاد القنطاط هاد السيجار تيطيب كيعطيني واحد الريحه ديال الزبده ما مثلا ما تعجبنيش، والاذواق تختلف. صافي غنبقى الورقه اللي طارت ليا تتبان من الجنب كتهز بحال كترجع ملي كطيب كتحيد على المقله كطلع صافي كنهزها، فهي كتكون سخونه، ردوا البال لا تحرقوا، راه حتى راه تكون سخونه صافي. وغندير ليها نبقى ندير ليها الزيت باش ما تنشفش، لحقاش الورقه الا خليتها غير شويه كتكرم، ما كتبقاش رطبه، ضروري خاصها الزيت. صافي كنبقى بحال هكا كندير بالشيته حتى كنسالي العجينه كاملها، وعاد غادي ندوز غادي نعمر دوك السيكار ديالي. صافي هنايا بعد ما ساليت هذيك ديك الورقه كاملها طيبتها، غندوز ندير داك الحك ديال الطون اللي حيدنا له الزيت في الاول، غندوز غادي نديرو في هذيك المقيله باش نخلط الحشوه. انا هنايا درت الشعريه الصينيه كيف ما شفتوا، راه درتها تسلقات غير واحد شويه، غير طلعت فيها هذيك الغليه، حقاش راكم عارفين الشعريه الصينيه راه كتكون راه دغيا كتاخذ طياب. صافي غادي نقطعها بالمقص خاص بالطبخ، يعني خاص بالكوزينه، ما خاصناش نستعملوه في شي حاجه اخرى. انا هذا المقص هذا دايره خصيصا لهاد الشعريه، راه ما كنديرش به شي حاجه اخرى. صافي غادي نبقى نقطع باش يجوني طريفات صغيورين، ما تجينيش ديك الشعريه طويله وسط الحشوه. وغادي ندير فرماج موتزاريلا نديرو محكوك، وغادي نقطع واحد شويه ديال الزيتون الكحل، الزيتون الكحل ما غادي نزيدو حتى لاخر لحظه باش ما يطلقليش ديك الكحوليه في الحشوه. صافي غادي نقاد الحشوه ديالي، وخاصها تكون بارده باش نعمر بها هذوك السيجار. صافي هنا غادي نبقى ندوز غادي نبقى نهز ورقه بورقه، كنت كنشوف راسي صغيورين يعني تيجيو محدودين هكا، كيجيبو دوك السيجار حتى قدو كتيوتين كيجيو صغيورين. كنحط الحشوه وكنطويها على جوج، عاد كنروليها. فاش كنروليها هذاك الطرف التحتاني يعني بلا ما نلصقو لا بيض لا بعجينه لا حتى شي حاجه، لا بطحين لا بوالو، كنروليها هذاك الجهه التحتانيه هي اللي كنحطها على اللاطه، باش ملي كطيب كتجيني لاصقه اصلا ما كتحلش. واش فهمتوا كيفاش؟ كما كيبان لكم في الفيديو، كنروليها وداك ديك الجهه اللي التحتانيه علاش غادي نسالي مثلا داك الرولاج ديالي هو اللي غادي نحطو على اللاطه هنا. راه ما دهنتها ما حتى شي حاجه، حتى هذوك السيجار ما دهنتهم ما والو، لحقاش هما ديجا فيهم الزيت. وكاين اللي كيبغي يجي مثلا يجي هاد البريوات ولا السيجار هكا مقرمشين كتر، يقدر يدير ليهم الزبده، يقدر يدير ليهم البيض، صفر ديال البيض، مهم على حسب، يقدر لي يدير ليهم كريمه، يدهنهم بالكريمه، كيعطي واحد المنظر اخر لهذا. انا خليتهم هكا سامبل لحقاش هما ديجا مزيتين، الحشوه تاعي فيها الطون وفيها الزيت فيها فرماج فيها يعني كاع داكشي راه ديجا مزيت. انا خليتهم هكا صافي، كنرولي هذوك الوريقات كامل اللي عندي وغندخلهم الفران. الفران انا هنايا مسخناه ديجا سخون تقريبا 180 درجه، مشاعل الفوق والتحت صافي. وغندير لاطا ديالي غنديرها في الوسط وغنخليهم يتحمروا. راكم عارفين الورقه راه دغيا كطيب، يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وخلاص الحشوه راه ديجا طايبه، ما كاينش شي حاجه اللي تستاهل انها توقع بزاف في الفران. صافي انا خرجتهم من الفران، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. درت الطريفات ديال الحامض، راكم عارفين الطون ضروري خاصو الحامض. بالنسبه لهنايا انا اكتفيت غير بالطون، راه تقدروا مثلا ديروا كالامار تجيبوه تقطعوا، ولا هذا القمرون ولا اي نوع ديال الحوت تقدروا ديروا، غير هو خاصو يطيب بقواعدو، يعني ماشي بهذا الطياب هذا هنايا الطون، حيت
حيت ديجا طايب من بلاصتو، جات الحشوه خفه زربان، اما فاش يكون الحوت ولا كيكون خاصو طياب، خاصو قوام ديالو، خاصو بزاف ديال الحوايج. وهنايا كاين اللي كيفضل مثلا لوغو ديال الحار، تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الحار في الحشوه. انا حيت هنا ولدي ما عندوش مع ما يقدرش ياكل الحار، وما درتش زعما ديالنا بوحدنا وديالو بوحدو، خلطت كلشي، جاني جا كامل عادي. ما تقدروا تزيدوا الحار وكيعطي واحد المذاق، المذاق احسن من هكا، تعطي داك المذاق ديال راه مثلا بسطلات ولا تجي فيهم ديك النسمه ديال الحروريه. صافي، كان هذا هو النهار ديال اليوم اللي وجدت فيه هاد السيجار بالطون، ودرت فيه العجينه ديال ميني بيتزا. ميني بيتزا كما قلت لكم ما غاديش نخدمها اليوم، راه ان الله لا يحب المسرفين. انا راه مثلا بغيتش ندير بزاف ديال الحوايج ويبقاو ليا في يضيعوا كيشيطو. هذا رمضان سبحان الله كنبقاو نتشهاو بزاف، وفي الاخر ما تناكلوش بزاف، يعني شحال من حاجه كتبقى غير كضيع. نتمنى ان شاء الله ان الوصفات ديال اليوم يعجبوكم، وكيف ما كنقول لكم ديما شكرا لكم، شكرا شكرا بزاف على كاع المتتبعين اللي كيتبعوني واللي كيشجعوني. واخا يلا بادية كاين تشجيعات تبارك الله، شكرا بزاف. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو، الا كان شي اقتراح شي ملاحظه ديروها لي في كومونتير، وشكرا لكم، وديروا ابوني لاشين.